ابو تركي، انا ما عندي اسئله، عندي بس احب اقول هلال ونصر، يعني ايش تبغى تقول؟ اولا خلينا نشيد بمبادره الهلال والنصر ايضا بحضور خميس العويران. يا سلام، ربي ان شاء الله يشفيه. امين يا رب. المنظر كان مؤلم لكن هذه سنه الحياه، والحمد لله الله يشفي يشفي مرضى المسلمين. اما بالنسبه للمباراه يعني اوكي، في كل اسباب تقدر تفنن، تقدر تقول مدرب، تقدر تقول، لكن الواضح انه النصر الشوط الثاني كرر سيناريو العام الماضي، هو الافضل، فرض شخصيته. اوكي الهلال في لعبه عدم مبالاه، مستهترين، ما يحترمون الخصم، كل هذه مؤمنين فيها. المدرب قد يكون له اخطاء او له اخطاء، لكن يا جماعه في فارق روح، في قتاليه، يعني نفس الاسماء الهلاليه اللي وصلت نهائي اسيا وتصدرت الدوري هي موجوده، لكن في فارق اليوم بين الفريقين الروح والقتاليه. كره القدم مو بس مدربين، لما يجي لاعب زي مرابط يلعب هالروح ولا بتروس، صحيح اليوم جوليان مو بالفورمه طبيعي لانه عاد من اصابه ولا زال، لكن تحس النصر كتله، الفريق مادو، المدافع اللي بجانبه، الاظهره، في حماس يعوض النواقص الفنيه. النصر مو في كامل عافيته طبعا، لكن عوض الروح والقتاليه. الهلال لا، فقد الهويه فنيا وبدون روح، يعني ما كان فيه اليوم الا الكوري وقميز قبل وادواردو الى حد ما، البقيه يعني. فلذلك يعني نهضم حق النصر لما نقول الهلال اخطا المدرب، لا، النصر بروحه، بروح مرابط هذا اللي تدرس على كل لعيبة المملكة المحليين والأجانب. إذا تلعب هذا الروح، عندك لاعب هذا الروح يلعب جناح يمين يسار، يصنع لعب، يدافع، وين تلقاه؟ لاعب بالفعل لاعب مهم، ولاعب هو اللي رجع كفة، يعني أوكي ما أن المدرب النصر وفتوري قرأ أو سوى، لكن ما عنده مرابط يسوي 70%. هذا افضل يعني من افضل ادوات مرابط، ووظف التوظيف الصحيح. وبعدين دفاع الهلال، يعني هل المدرب يدخل يقول هذا الظهير الايسر كيف تراقب، لا تبالغ في ركض الشهراني والبريك نفس الشيء، يعني ما في تركيز. ايش رايك في النقطه اللي قالها ماجد انه يقول اكثر من 20 كوره في المباراه رجعوها للحارس؟ هذه الطريقة كانت ملاحظة، يعني ملاحظة طبعا، بس يستفيد منها اللي عنده مدافع ليبرو يعرف يلعب الكرة الطويلة. الهلال ما عنده، كان عنده مشكلة في بناء الهجمة الهلال طبعا. الكرة الأولى عكس ما يكون في النصر يجيد تحويل اللعب، الهلال لا، أصلا مو عارف يوقف البليه حتى يصنع لعب. أول ما تجي الكرة تحس أنه أمام الدون البرازيلي البرتغالي ويرجع على طول الحارس، مدافع مسكين ما هو ما عنده ثقة بنفسه. الكوري هو الوحيد اللي يعني حاول ولكن خذله المجموعه بشكل عام. المحاور الفرج دائما اقول لكم انه يلعب بتعالي بدون هويه، اضطر المدرب لما اخرجه ما قالوا الجماهير ليش؟ لانه ما كان حاضر. هذا القائد، اذا هذا مستوى روح الهلال فوالله لا يفكرون في اسيا ولا حتى بطوله الخليج. كل فوز له ثمنه، له مهاره، قتال ولعب ورجوله، الاستعراض والحركات وسناب والاشياء دي لا، في الملعب طلعوا رجال. الشوط الثاني شوط رجوله، شوط مرجله. النصر مرابط وزملائه بالفعل حق الفوز يستاهلون. من الظلم انك تروح تقيم ليش الهلال خسر وتنسى النصر اللي بالفعل امتداد للنصر. انت تشوف النصر اليوم كسب بالروح اكثر من اي شيء ثاني؟ روح وقتالي وفنيا افضل الشوط الثاني، وحتى فنيا افضل.